آتها. هيا هذا جيد، انزل انزل. ألين، ماذا أتعمل هنا؟ ليس تماما، عائلتي افتتحت هذا المطعم، إنه يوم الافتتاح الكبير والتحضيرات لم تكتمل بعد. جونز، تستطيعين دعوة أصدقائك، سأمنحك خصما. يا له من مطعم رائع. بالمناسبة، هل رأيت بروسلي مؤخرا؟ إنه يتمرن في دار الكونغ فو. ولكن جونز، لما تسألين عنه؟ ما من سبب، مجرد سؤال فحسب. وداعا. وداعا. اذهب للبيت، قد تؤذي نفسك إن واصلت التمارين بمثل هذه الطريقة. يحسن بك أن تفكر بالأمر مليا وأن تكون واعيا للغاية من تمارينك. فهمت. بروسلي، أهلا جونز، ماذا تفعلين هنا؟ ألا أستطيع الحضور هنا؟ ما الأمر جونز؟ هل هناك شيء؟ هل من مهامك ركل شجرة ضخمة كهذه؟ وما المشكلة؟ دعنا نذهب بروس، كلانا يشعر بالوحدة الآن. أرغب بتناول القهوة معك، هل تقبل دعوتي هذه؟ هيا بنا. هل علمت شيئا عن إكسمان؟ لم أتلقى أي نبأ عن بلير، حتى إنه لم يتصل بي. هل أتينا هنا لتحدثيني عن بلير؟ بالطبع لا، فأنا أمقته. لمجرد أنه لم يخترك للذهاب معه؟ لا بأس، لا تشعري بالقلق، لقد حل بلير مكاني. في الواقع إن اتحاد الطلبة لم يختر بلير في البداية. لما لم تذهب أنت إذن؟ هذا أمر خاص بي. حال انتهائنا من احتساء القهوة، أريدك أن تصطحبني للرقص في أفضل نادي تشاتشا. لا، لست مهتما بذلك. لست مهتما بي أنا أم بالرقص؟ بالأمرين. شخصيتك غريبة. أنا صادق مع نفسي. هل بلير هو السبب في جعلك تخاطبني بهذه الطريقة؟ في الواقع بروس، قد يصعب عليك فهمي الآن، فأنا لم أصدرك يوما ما، على العكس فأنا معجبة بك، حتى إني أريدك تعليمي رقصة تشاتشا، ولكن بما أنك صيني فيبدو بأنك لا تثق بي أو بأي طالب بريطاني آخر. ليست مسألة ثقة، بل أنتم الذين ميزتم في معاملتكم بين بلير وبيني. أنا الذي لا يسمح لي بمشاركة الصف مع أمثالكم، ووجودي يزعج الآنسة إنغريد. اهدأ، كل شيء تغير الآن، حتى إني لم أدرك أن إنغريد وبلير لا يرغبان بمشاركتي بالاستعراض. بروس، منذ البداية ما كان يجدر بك أن تترك إكسمان تذهب مع بلير؟ لم أفعل ذلك جونز، هي من اتخذ القرار، أين كرامتها؟ لو أنها لم تذهب فهل هذا يعني أنها تتحلى بالكرامة؟ أنت لن تفهم الأمر. بروس، لماذا أنت شخص هجومي إلى هذه الدرجة؟ أنا آسف، إن لم ترغبي بالإصغاء إلي فسوف أغادر. بروسلي، أليس لديك طريقة مهذبة أكثر لوداعي؟